عقد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري مؤتمرا صحفيا في مبنى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمناسبة الانتهاء من إعداد وإصدار معايير البحرين للتثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية لمملكة البحرين. وقال معاليه إن هذه المعايير تم اعتمادها بناء على المعايير الدولية المتبعة على أسس علمية موحدة والتي تعاونت من خلالها مؤسسة التنظيم العقاري مع منظمة المعايير الدولية للتثمين فيما يخص التثمين العقاري. وأما فيما يخص معايير القياسات العقارية قام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بوضع أسسها بالتعاون مع التحالف الدولي للمعايير والقياسات العقارية، معربا معاليه أن اعتماد معايير التثمين العقاري ومعايير القياسات العقارية لما لهما من علاقة ببعضهما سوف يسهمان في وجود بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي، وسوف تحقق الشفافية والمصداقية في سوق العقار التي تعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني، والتي تعول عليها الحكومة الموقرة لزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي من شأنها أن تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة من أجل مزيد من النمو والازدهار للمواطن البحريني. شاكرا معاليه ما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من اهتمام للشأن العقاري، وعلى دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تنفيذ البرامج والمشاريع العقارية، وعلى متابعة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وإلى سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على تعاون وزارته والمسؤولين فيها والذين أسهموا في الانتهاء من إعداد هذه المعايير. وذكر معاليه أن معايير التثمين العقاري سوف توحد أسس التثمين لجميع المثمنين العقاريين في مملكة البحرين، والتي ستبنى على معايير علمية وعالمية، وسوف نتجنب بواسطتها التفاوت الذي كان يحدث من قبل المثمنين في عملية التثمين العقاري بسبب اتباعهم أي المثمنين معايير مختلفة وغير دقيقة وفي الغالب مبنية على تقديرات واجتهادات شخصية. مؤكدا أنه وبعد طرح معايير البحرين للتثمين العقاري سوف تسهم بشكل كبير في حماية هذا القطاع والقطاعات الأخرى، ونذكر منها القطاع المصرفي الذي يعتمد على عملية تثمين دقيقة عند منح التمويلات العقارية للشركات والأفراد. مضيفا معالي الشيخ سلمان أنه بالنسبة إلى معايير القياسات العقارية سوف توحد عملية مسح العقارات بمختلف أنواعها، وبكل تأكيد سوف تسهم في تحقيق دقة أكبر في تحديد المساحات العقارية وكيفية احتساب المساحات المرفقة بها، وبالتالي التأثير إيجابا في تحديد أسعار العقارات بمختلف أنواعها. وسوف تعمم هذه المعايير بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جميع المكاتب الهندسية ومكاتب المسح الخاصة ليتم اعتماد معايير قياس موحدة. من جانبه تقدم السيد روبرت جاكسون مدير المعهد الملكي للمساحين في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بالتهنئة لمملكة البحرين لإصدار واعتماد هذه المعايير، حيث إن ذلك يعكس حجم الشفافية التي تتمتع بها السوق العقارية البحرينية. وبهذه المناسبة نوجه الشكر الجزيل للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهما الكبيرين لتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري ليحقق الأهداف المناط بها للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله
وسدد على طريق الخير خطاه. What message this sends out, in a global marketplace is really important. We need to reach out to global investors. We have companies from all around the world looking to put their bases here. We have a workforce from all around the world, truly multinational, multicultural. And we want that sustainable investment to come in. And that's only going to come if investors feel these markets are transparent, if they have confidence in the markets. And what these standards do is absolutely drive transparency. Once again, I mean, we do work with governments all around the world, but I'm absolutely delighted to say that Bahrain is the first government in the Middle East to have not just supported, but adopted and mandated these standards, which all connect from IFRS, your financial reporting standard, to valuation standards, to property measurement standards, delivered by people in the marketplace who are working professionally and ethically.